أنا بقول لكل سيدة إنه أنت كتير قوية وأنت كتير بتقدري، وأنت لولا وجودك بهذا المجتمع السوري ما قدرنا نتخطى كل الأزمات وكل صعوبات الحرب وكل الصعوبات الاقتصادية لليوم. نحن بحب أقول لك إنه كل المشاركات واللي دعموا هن سيدات لهالحفل اليوم عم نعمله، يلي مقدمين عروضهم أو الهدايا حتى لليانصيب هن سيدات شغلين بورشات بإيدهم. فالسيدة السورية هي سيدة فعلا معطاءة. العمل الخيري هو من الأعمال اللي بتدل على ثقافة المجتمع، اللي بتدل على الوضع الاجتماعي في المجتمع، فهي ضرورة يعني وليست يعني شيء ممكن الاستغناء عنه. فمدى العمل التطوعي ببين النساء بالمجتمع الفاعلات، فهو طبعا أنا بدي حيون لنساء السيدات النادي الدبلوماسي على هذا العمل وعلى هذا البازار والفطور الخيري وجمع كل معظم السيدات من أجل جمعية آمال اللي هي تعنى بالذوي الاحتياجات الخاصة. نحن بيعنينا جدا، يعني هي الثقافة المجتمعية اللي منتشرة حاليا تعنى يعني بتعنينا جدا كمنظمة، بهمها بالخطوة الأولى هو التوعية. مشاركة السيدات اليوم موجودين معنا هي نتيجة هي التوعية اللي صارت سائدة بالمجتمع بالوقت الحالي، إن كانت هي مشاركة معنوية أو حتى مشاركة مادية لحتى نحن نساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه هن يكونوا بمكان أفضل.